واخيرا لبنان درت تغيير شامل، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شو بيتي؟ يلا جيبوا البنات. شتو كتقاد لك بالخيط الحجبان؟ قالت لي خاصك ديرو، خاصك ديري الميكرو بليدي. اشنو رايكم الاخوات، واش نديرو ولا لا؟ تكتبوا لي في لي كومونتير. ست كعشة الاناقه يا البنات، راه دايرين حتى 50% جليبات. الا بغيتوا ديروا هكا دوار البنات، راه كاينه في المغرب كله وكاينه في اوروبا كلها. شحال غزاله يا البنات هاد التكشيطه هذه. هيا يا اختي محبوبه الجماهير، ماروخه يا البنات غير 80 سنتيم ماروخه باللون. هي جميله البنات، راه كيجي فيه تقريبا هذا 2 4 8. هيا اخواتي 8 ديال رايبيات. شوفوا لي الثمن، ها انتم داير 2 الاورو 60 اخواتي. نوريكم اللبسه ديال اختي. شوفوا البنات لا شوميز ديال بريمارك اللي خديت لها البيجامه اللي قالت لي جيبي ليا. السلام عليكم بنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وبالف صحه وبالف عافيه. اختكم بشرى جاتكم اليوم فيديو جديد اخواتي. المهم البنات بغي اختكم غدير لاماش، راه من فرنسا كنت قلتها لكم، قلت لكم باغا ندير لاماش واخواتي، لان مشاو ليا بقى ليا غير شعري من اللور اللي بقى فيه واحد شويه ديال لاماش، وبغيت ندير لاماش. وكاين واحد البنت هنا اخواتي عرفتي كتصرع كتقاد لك الحواجب ديالك الحجبان. والبنات وديما اختي كنت كنقاد هذا حجباني فاش كنت في اسبانيا، فين ما جيت يعني كدير لي واحد لاكوب هكا الحجباني. المهم غنمشي ندير لاماش، وقلت نديكم معايا وبغيت نخرج ندير واحد الدويره في المدينه. المهم انتم معايا واللي درتها ها انتم معايا. ايوا دابا البنات غادي نوريكم قبل وغنوريكم بعد. فريمون هاد البنات، هاد البنت سميتها مولودة، كاينه في بني ملال. فريمون كتصايب الحجبان خطيرين يا البنات، سبيسيال حجبان كدير كلشي، اي حاجه بغيتو ديرو. انا غنخلي لكم كارت فيزيت ديالها، غنوريكم لادريس والتليفون، واللي بغات تجي فريمون البنات تجيو عندها على حسابي والله، لان داك الشيء كتسرعوا خاطر يا البنات. عرفتي الزوينه ديالو والله كنقولها يقول لي شنو كتديري ولا ما كتديش دابا؟ يقول لي دابا انت شنو كديري؟ قلت لك البلاصاج اها سي بون اها جبان كتحيد كلشي زين كلشي انت لا بطبيعه انا عارفه. هانتوما البنات شفتو كتقاد لك بالخيط الحجبان، قالت لي خاصك ديرو، خاصك ديري الميكرو بليدي. اشنو رايكم الاخوات، واش نديرو ولا لا؟ تكتبوا لي في لي كومونتير، لان البنات انا اصلي يعني حجباني اصلها مرقه، وكتقاد لكم بالخيط، كتقاد لكم داكشي زوين البنات والله بكل صراحه. زعما ماشي كنشكر فيها البنات والله بكل صراحه، يعني خدمتها نقيه وكتحيد لك البنات حتى الخيط هكا يعني زغب من الوجه كل الشعر بالخيط. يعني بغيتي تحيدي غير موستاج، بغيتي تحيدي من الوجه كله، كدير لاسيغ كدير كلشي طبعا داكشي واعر. قولي زوينة ديالي بالصحة، انتوما الحجبان كيجاوكم وجاوكم زوينين؟ كتبوا لي في التعليق واش عجبوكم ولا لا. جيت البنات نختار لولدي هكا شي لعبه، دايرين عاشوره يا البنات، عاشوره في المغرب، وكاينين اللعاب وكاينين. وهذا السيد كيبيع الجمله يعني كيبيع الكتره. كاينه هذه المونيكا يا اختي 8 اورو، شوف البنات هانتوما فيها اللوينه 8 اورو، هذه واقيلا راه كتغني هذه، شوف الرخي يا البنات هانتوما. الطوموبيلات هكا كيمشيو البنات يعني بالماندو ديالهم. كاينه هذه حتى هي زوينه، كاينين حتى مونيكات على هاد الشكل، هادي باينه فيها. شتو ما شاء الله البنات الخير موجود ماشا. هادي هانتوما يا اختي اللي بنتي عزيزه، ايوا اللي بنتي عزيزه عليها ماشا. كاين هادو عجبوني البنات، شتو هادو كيجيو حتى هما يعني بسميتو كتلعبي بيهم في التيليكوموند. وعرفتي شحال من وحده جبد عطاني، هو كلشي باغيهم. صافي زوينه ديالي غناخذ لي هذه، خلاها ليا ب 100 درهم يعني 10 اورو. عرفتي البنات جات المرجان باغا ناخذ الحليب لولدي، وانا لقات ديامو البنات راه كاينه. المهم ديامو هي اللي كنت كنصور لكم ليها في ليون، راه كاينه في المغرب كله عرفتي، عندهم موديلات غزالين. ندير لكم واحد الجوله هكا خفيفه، عندهم جليلبات هكا صيفيين، ولقيتهم البنات دايرين السولد. شحال زوينه هذه يا البنات، شوفي لي اختي 6 كعشة 6 كعشة الاناقه يا البنات، راه دايرين حتى 50% جليلبات.
الا بغيتو ديروا هكا دوار البنات راه كاينه في المغرب كله وكاينه في اوروبا كلها. شحال غزاله البنات التكشيطه هذه، شوفوا شحال زوينه، فنه فنه فنه. كاين هكا جليبات ديال البنيتات زوين والله الا عجبوني، وداني 50%. شوف الجلابات هي راه ملبسينها المانكا على برا، كتجي هكا صيفيه زوينه. شو اخواتي ودايرين لها هذا الشال هذا فنه، عجبتني صيفيه وخفيفه، كتجي بحال في صاله مخزانيه البنات، فيها هذا الموديل هذا وفيها حتى هذا الموديل هذا، شفتوا زوينه اخواتي. ودايرين هاد الموديلات هادو راه دايرين لهم هانتوما البنات، راه ناقص 50%. بحال دابا هاد القفطان هذا شحال يا البنات، هذا واقيلا دايرت ما عرفتش 50% البنات، والله حتى الدرهم ولات كتمشي ليا. شفتوا موديلات غزالين هانتوما البنات، وناقصين دايرين الصوت الا بغيت دير واحد الدويره. شفتوا كاين هاد الستيل هذا حتى هما كلهم البنات هادو دايرين لا بروموسيون، ناقص 50%. هادي راه كاينه كتجي هادي بالقفطان ديالها هانتوما، شوفوا كتجي خفيفه. هادي لقيتها غير جات المرجان هكا نتقدي البنات، وانا لقى عندهم مكازا حيت هذا مرجان كبير ما شاء الله وفيه بزاف ديال المكازات. هاد لي موديل كلهم صولي. هذا كومبينيزون هذا ناقص 50% البنات. عاد عندهم هكا فولارات، عندهم داكشي غزال يا الاخوات، عجبتني. شوف هادي زوينه، عجبتني هاد الفراشه هادي ولا حمامه ولا كلش كيقول لها. شوفني وانا هانتوما كتجي في الشال ديالها ديال الحرير، شوف زوينه فيها هاد الموديل هذا. وكاين شي البنات والله الا عندهم نفس الموديلات، شتي هاد الستيل هذا انا صورته لكم في ليو هاد الموديل هذا، شتو ها هو لقيتو عندهم هنا في المغرب. شو يعني نفس الموديلات كتلقاوهم في يعني في المكازات كلهم، كتجي غزاله. وهنا كاين ديال الرجال حتى هما دايرين لهم 50%، شتو هكا المهم الرعيات ديال الرجال. شو البنات راه كلهم دايرين لهم 50%. وكاين هذا الموديل هذا البنات دايرينو على الدخله، عجبتني. شي قطان كيجي غزيول، شوف السميطه ديالها. ديك جليلي بالي وريتكم راه لابساها المانكا، شتي كتجي في اللبسه كتجي عالم زوينه. عرفتي البنات هاد الطحانه هادي خطيره، هادي الا جيتو للمغرب خذوها والله البنات الا واعره. عرفتي عند الوليده كطحن كلشي كتنديلو خطر يا البنات، كانوا دايرين لها 579 ودايرين لها 519، وقالت لي الوليده الا مشيتو هكا في المدينه قالت لي في الهريه وفاسميتو راه دايره 8000 ريال. المهم خذوها راه واعره. أيه اختي محبوبه الجماهير، ماروخه يا البنات غير 80 سنتيم ماروخه باللوز. هانتوما اخواتي اللي عشاق ماروخه. فين هاد الشكلاط انت اختي ديال فرنسا؟ هانتوما الرايه ديال فرنسا الشهر البنات دير هذا 500 ريال، 500 ريال يعني جوج الاورو 50. هنا اخواتي حتى هاد ميلكه، غير بغيت نقول لكم راه الشكلاط ما غاليش اخواتي. هنا هادي دايره 15 درهم يعني دايره 15 درهم دايره اورو 50 البنات، ميلكه اورو 50. كاين البنات حتى هاد لي سوسيت هادو ديال الوليدات ديال لي فخوي راه دايره غير جوج الاورو 60 سنتيم البنات، فهمتوا راه الرخه والرباخه. ويا البنات ودابا جبت لكم اختي رايبي جميله، ويا البنات تقولوا راني ما كنفكرش فيكم. رايبي جميله البنات راه كيجي فيه تقريبا هذا جوج ربعة 8، ها هي اخواتي 8 ديال رايبيات. شوفوا لي الثمن ها انتم داير جوج الاورو، جوج الاورو 60 اخواتي، جوج الاورو 60 الباك كله يا اختي ديال رايبي جميله. والحليب البنات اللي جيت على حسابه خديته من لافارماسي داير 1800، وهنا البنات راه داير 1460، يعني هنا يرخص. لقيت هذا الموديل هذا، وكاين حتى هذا البنات ديالنا هذا الكبير راه داير بحال قلتي 2400
43 يعني بحال جبت 10 اورو بحال جبت 10 اورو والبنات 10 اورو 14 اورو و60 والصغير ديالو داير 84 درهم. يعني اللي بغيت نقول لكم اخواتي بحال هكا هادشي ديال الوليدات ما تاخذوش من الفارماسيان لان راه زايد في الثمن واي حاجه بغيتوها راه غادي تلقاوها لان الحمد لله كلشي موجود. وشي بنات هذا ديال دالة انا خديته فيه شي 68 هاي البنات ديال 84 درهم هنايا انا خديته ب 100 درهم من واحد الهري حدانا يعني قالوا لي الهري رخص ولكن هنا البنات رخصها 84 درهم يعني بحال البنات جابت 8 اورو شي 40 سنتيم فيه 68 حبه. وكاين اخواتي حتى بالنسبه اللي باغي بومبيرس حتى هو راه كاين بومبيرس داير 10 اورو 10 اورو جوج الاورو 3 اورو يعني بحال 13 اورو فيه 58 شوف زعما زوينه ديال جيت معوله ناخذ غير الحليب خديت هذا البنات راه زوين قالت لي اختي خذي هذا راه زوين هذا كيجي خفيف لقيتهم دايرين بروموسيون هذا المون هذا خديته قريبي جميله يا اختي محبوب الجماهير وخديت البنات دانونات لوليداتي عندي كنت خديت لهم ولكن البنات لقيت داير لهم بروموسيون نقسم فيهم وقيله شي جوج دراهم الباك غيبقى لي غير ب قيله 360 البنات ولا ما عرفتش الباك وخديت لهم هكا وكورنيات ناكلوهم دابا وهذا عزيز على الوالده في التربيه هذا ديال الجبلي ديال الفخوماج الزوله ديالي حنا خارجين دابا بغيت غير نضحككم نوريكم اللبسه ديال اختي شوفوا البنات لا شوميز ديال بريمارك اللي خديت لها البيجامه اللي قالت لي جيبي ليا وهي قالت لك انا ما باغاش نلبسها بيجامه انا باغا نلبسها للخروج شتو كي جات البنات لبسه الصحه والراحه طيب يا اختي لاباس شفتوا كيف كتشوفوا البنات راه ما بقاوش عندي لي ماشي يعني الشغل وما بقاوش عندي ودابا ان شاء الله غادي ندير يا اختي لاباس نبارو على الحاله اختي كنقطعو في الشعر كوب كرادي اختي واش راه غادي تفاركس عليكم دابا البنات بغات دير ليا لاباس دابا حيت انا نورمالمون كنت انا ديما كنديرو بالالومنيوم هي قالت لي انا كنصحك ديريه بالبوني راه غادي يجيك زوين دابا انا قلت انا دابا انا بين يديك ديري اللي بغيتي ودابا كتصايب فيه قالت لك غنصايب واحد شويه قالت لك باش نكون كنجبد الزغبه من البوني يعني زعما ما نتالمش انايا شوفوا الناس كي جاب هذا الشكل هذا شغزاله كي جاتكم خصكم البنات قلنا شوية غنديرو صافي سالات البيض غنديرو الفرن لي أخواتي هدا دا زبيلة ديالي درنا يختي بابي الألمنيوم في الشعر يا البنات غنخليه واحد شوية هكا قالتلي خليه واحد شوية من بعد البنات غادي نغسلوه وديك الساعة غادي نشوفو الطريقة النهائية دابا يا اختي نقادو الضفيرات شوفي البنات هاد الصباغه هادي راه حلال يعني بالنسبه للاخوات اللي كيصليو يعني راه ماشي مشكل يعني واخا توضاي البنات راه كيدوز العضو فهمتوا يعني واخا توضاي راه ماشي مشكل لان الصباغه حلال اخواتي كنت بغيت ندير الضفار ولكن الضفار على حساب الصلاه ايوا درت هادي ديال الحلال درت هاد اللوين هذا كنتمنى يعجبكم شوفوا اخواتي كي كيجي غزال صافي انا باقي عندي الزوله ديال هذه الصباغه ديالي جات غزاله شو عجبني هذا اللوين هذا شو لا كيجي غوز بيبي بغيت نوريكم البنات غير النيميرو ديالها هانتوما اخواتي هذا هو الصالون ديالها والنيميرو ديال التليفون فريمون راه كتصايب داك الشيء غزال يا البنات ودابا البنات كتغسل باش ابقى نشوفو لي ميشي حسيت لي جاو هانتوما الزوله ديالي لي ميش ديالي كيفاش جاو دابا غادي تغسلهم ليا شتي اللويين كيفاش جا غادي تغسلهم ليا وشتي حتى اللويين يا البنات ديال الفطار شتي كيجا عجبني جا غزال والله هاد الغوز بيبي شتي كتيجي جا فيه هون طيرات يا ختي والحويجبات ولي ميش كم بشرة دارت بالحالة البيت اللي كتجبو هاد هادي أحسن وحدة باش كتكوني كتغسلي شعرك كيغسلو شعرك وكيدوبو ليك ماساج أحسن وحدة والله يبدا فيها هي هادي
شكرا لك سير ربي يحفظك. المهم زونة ديالي حنا دابا سالينا الشعر وقالت لي بغات تقاد لي واحد اللعيبه، المهم قالت لي سوربريز قالت لي البنات ديال الحجبان كيديروها هكا في المناسبات ولا غاديه معروضه ولا شي حاجه، يعني كيبقاو لك الحجبان ما كتبقايش تقاديهم، يعني كيديو لك وخصوصا يعني الا ما بغيت الا بغيتي تشد لك وقت طويل ما كتبقايش غتلي حجبانك بزاف. يلا المهم خليكم معايا نشوفوا لا سوربريز. المهم زوينة ديالي دابا درت لي هذا على حسب الحجبان، يعني قالت لي غنخلي لك 10 دقائق شوف البنات وغادي تحيدو من بعد غادي نشوفو النتيجة. المهم زوينة ديالي واخيرا يا اختي اختكم بشرى دخلت للدار كان واحد اليوم مملوء مملوء يا اختي بالتغييرات من الحمد لله، يعني كنتمنى النتيجه تكون نالت الارضاء ديالكم اخواتي ويكون عجبكم اللوك فينال ديالي، يعني هاد لاكوب هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم مع ان زوينه البنات شفتوا درت ليها غرادي دي غرادي، يعني هكا نقصت منه البنات راه نقصت منه ما شاء الله هكا دي غرادي جات زوينه خلي وكنخلي ديما انا القصه ملات ما كنقصهاش انا بزاف كنخلي القصه باش هكا فاش نبغي نجمع شعري يتجمع ليا البنات فهمتوا، يعني ما كاين اللي كيدير القصه كتكون قصيره وفاش كتبغي تجمعي شعرك ما كيبغيش يتجمع لك، انا لا البنات كنبغي نخلي القصه طويله باش اختي انا كنبغي نجمع شعري بزاف باش فاش نجمع شعري يتجمع ليا. المهم زوينه اللي كيدخلوا للتعليق وكتبوا لي واحد الميساج قولوا لي بكل صراحه البنات فريمون بكل صراحه واش عجبكم، اللي عجبها اللوك تقول لي بشرى اللوك زوين واللي ما عجبها اختي اللوك تقول لي بشرى ما عجبنيش. المهم زوينه ديالي كنتمنى يا ربي هاد الجوله وهاد الشيء اللي درتي يكون الاعجاب ديالكم، كنحاول نبارطاجي معكم هكا اختي واحد شويه من الحياه ديالي من الروتين ديالي اختي في بني ملال، وشجعوني البنات بالقلوبه اختي بجيم وبارطاجيو لي هاد الفيديو هذا، واللي اختي اللي مازال ما درتش ابوني دير ابوني كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.